ما هو المطلوب اليوم من المقاطعين ومن غير المقاطعين لمواجهة هذا العداء الفرنسي؟ لم يتوقف الأمر عند الكلمات أو عند الخطاب الحاد وخطاب الكراهية، ولكن اليوم هناك حرب على المساجد داخل فرنسا، هناك تضييق واضح وإشعال للكراهية تجاه المسلمين في فرنسا، فما هو المأمول وما هو المطلوب إن صح القول؟ الحقيقة لجنة الدعوة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أقامت ندوة الأسبوع الماضي، نعم، تحدثت فيها عن المقاطعة بين المحصول والمأمول، وربما نحن وضحنا المحصول في الكلمات السابقة. نعم. أما المأمول فتحدث فيه العلماء والخبراء الذين شاركوا في هذه الندوة، وكان في مقدمتهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ علي القرداغي، والعلامة محمد الحسن ولد الددو، وكذلك شارك مستشار الرئيس أردوغان للشؤون السياسية الخارجية الدكتور ياسين أقطاي، وتحدث المشاركون في الندوة واتفقت كلمتهم على 3 مطالب وأهداف رئيسة. نعم. ستستمر هذه المقاطعة بنفس القوة حتى تحققها بإذن الله. الأول، الاعتذار الرسمي الواضح من الرئيس الفرنسي والإدارة الفرنسية عن الإساءة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أكثر من 1.5 مليار مسلم. ثانيا، أن تجرم بقوانين وأن تسن تشريعات تمنع الإساءة إلى كل الأنبياء وإلى جميع المقدسات. ثالثا، أن يرفع التضييق، نعم، الذي فرض على المسلمين في فرنسا، وأن يسمح لهم بممارسة عباداتهم وشعائرهم، وأن يرد ما صدر من مساجد ومن مراكز إسلامية، وأن تراجع فرنسا موقفها من قضية الحجاب، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعادي الحجاب عداء سافرا وواضحا ومستمرا، وتعتبره من الرموز الدينية، وهو رمز العفة والاحتشام.